كشف البنك الأهلي عن شهادة جديدة من 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة، يصرف العائد بدورية سنوية. كما قرر بنك مصر أيضا طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة، يصرف أيضا العائد بدورية سنوية.